الرئيس الأسد يصدر المرسوم القاضي بمنح دورة امتحانية إضافية وبمادتين فقط للطلاب المسجلين في الدورة الأولى لعام 2020 لامتحانات الشهادة الثانوية بفروعها كافة والشهادات الثانوية التي تمنحها الوزارات الأخرى. السوريون أدلوا بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث يوم الأحد الماضي. وزير التربية يبحث مع مديري الإدارة المركزية متابعة تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري. البدء بعملية تنتيج الأوراق الامتحانية لشهادتي التعليم الأساسية والثانوية العامة. أسعد الله مساءكم، نبدأ وإياكم حلقة جديدة من برنامج التربوية في أسبوع. أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 181 لعام 2020 القاضي بمنح دورة امتحانية إضافية وبمادتين فقط للطلاب المسجلين في الدورة الأولى لعام 2020 لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية المهنية بفروعها التجارية النسوية الصناعية والثانوية الشرعية والشهادات الثانوية التي تمنحها الوزارات الأخرى وفق الآتي. توجه السوريون الأحد الماضي إلى مراكز الاقتراع لممارسة حقهم وواجبهم الدستوري في انتخابات مجلس الشعب بدورته التشريعية الثالثة للتأكيد عبر مشاركتهم على استقلالية قرارهم الوطني وانتصار إرادتهم على المؤامرات التي تتعرض لها سوريا. كاميرا التربوية رصدت الأجواء الانتخابية في وزارة التربية وعادت بهذا التقرير. يشارك السوريون في الاستحقاق الانتخابي لاختيار 250 عضوا لتمثيلهم تحت قبة مجلس الشعب عبر 7277 مركزا في المحافظات السورية كافة. كانت جولتنا على المراكز الانتخابية في وزارة التربية المشاركة في الاستحقاق الوطني، وذلك ضمن إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا. الحقيقة الانتخابات البرلمانية والتشريعية لمجلس الشعب هي واجب وطني، وهي واجب وطني قبل أن تكون واجب شخصي، لأننا بقدر ما نساهم في هذا الاستحقاق الهام كونه يشكل محطة عمل هامة ورئيسية في مفاصل عمل الدولة، وكلما أحسننا اختيار ممثلينا إلى
مجلس الشعب كنا ما ضمننا مستقبل أفضل، وخصوصا فيما يتعلق بالتشريعات التي يعنى بها مجلس الشعب بشكل كبير، وأيضا تفعيل دور المحاسبة في مجلس الشعب. هذه المؤسسة التشريعية مؤسسة هامة جدا، أؤكد أننا يجب أن نشارك على أوسع نطاق باختيار ممثلينا إلى البرلمان أو إلى مجلس الشعب، لكي نعبر به ومن خلاله أننا بلاد الديمقراطية، أننا حريصون بكل الحرص على أن يكون لدينا ممثلين بسوية عالية، حتى نثبت للعالم أننا دولة مؤسساتية، دولة تعمل وفق منهجية على مستوى المنطقة العربية ومستوى العالم. يؤكد السوريون بمشاركتهم بالانتخابات لممارسة حقهم وواجبهم الدستوري على استقلالية قرارهم الوطني وانتصار إرادتهم على المؤامرات التي تتعرض لها سوريا. أقام فرع حلب لطلائع البعث الأحد الماضي مبادرة لتشجيع المواطنين على ممارسة حقهم الانتخابي، وذلك من خلال إحداث صندوق انتخابي للأطفال يمارسون من خلاله حق الانتخاب، وذلك لتوطيد هذه الممارسة الدستورية في نفوسهم. ضياء قدور والتفاصيل. نفذ فرع حلب لطلائع البعث مبادرة بعنوان أطفال حلب يدعمون قائمة الوحدة الوطنية، حيث تم تجهيز مركز خاص بالأطفال لانتخاب ودعم هذه القائمة. الحقيقة مشكورة منظمة طلائع البعث لأنه عملت مبادرة جدا حلوة وبتدعم العمل اللي نحن عم نقوم فيه حاليا، اللي هو أنه نطلع ندعم قائمة الوحدة الوطنية اللي هي بتمثلنا لنا، بتمثل كل الشعب. هذه المبادرة نريد من خلالها إيصال رسائل متعددة، ومن ضمن هذه الرسائل أن الأطفال يقولون لا يحق لنا الانتخاب، ولكن من حقنا أن ندعم قائمة الوحدة الوطنية. ونحن كمشرفين وككبار وككوادر منظمة طلائع البعث جئنا وأطفالنا لندعم قائمة الوحدة الوطنية، لأن قائمة الوحدة الوطنية هي مثلت كل شرائح المجتمع وكل أطياف المجتمع، ومن واجبنا ويتوجب على كل أبناء هذا الوطن اليوم أن يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لممارسة حقهم في اختيار ممثلهم في البرلمان. لا يحق لهم الانتخاب، لكنهم خاضوا التجربة سابقا في انتخابات البرلمان الطفلي، وها هم اليوم يدعمون قائمة الوحدة الوطنية لأنها تمثل كافة الشرائح. طبعا نحن هاي مي أول تجربة لنا، نحن جربنا تجربة الانتخابات وهيك بمدارسنا وقت البرلمان الطفلي، عشان نشجع العالم أن ينتخبوا لأن الانتخاب حق وفضيلة. عم أدعم قائمة الوحدة الوطنية التي تمثل جميع شرائح المجتمع. رسالة وجهها الرفاق الطليعيون من خلال هذه المبادرة لتشجيع المواطنين على ممارسة الحق الانتخابي كونه حق وواجب وطني. ضياء قدور، الفضائية التربوية السورية، حلب. عقد وزير التربية عماد موفق العزب اجتماع عمل مع مديري الإدارة المركزية بالوزارة لبحث ومتابعة تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد للنهوض بواقع الأداء الإداري والعمل المؤسساتي للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والحد من الخلل الإداري. في كثير نقاط تم طرحها مبارحة لم يتم إنجازها من قبل الوزارة، فبالتالي هذا الاجتماع صار أو دعينا له لحتى نستدرك قدر المستطاع الملاحظات اللي تم طرحها البارحة. مثل ما تعرفوا حضراتكم أن المشروع هو كله بالمجمل برعاية كريمة من السيد الرئيس، فبالتالي يعني هذا بيعطينا حافز أكبر أنه نحن نكون عم نشتغل ب المدد المحددة إن لم يكن أقل، وباحترافية عالية، لأنه نحن
يعني لازم يكون الكل على قناعة مطلقة إنه هالعمل ما يعني ما لح يصير لحتى يعقد عمل الوزارة، بالعكس تماما العمل لح يصير كلياته حتى يعني يصير في تسهيلات أكبر بشكل كتير كبير بعمل الوزارة. لذلك مطلوب من التنمية الإدارية عنا بالوزارة إنه التابع العمل على أكمل وجه وبدقة متناهية وفق خطة زمنية. باشرت دائرة الامتحانات في محافظة حماة بعملية التنتيج للأوراق الامتحانية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة لدورة عام 2020، حيث تعمل دائرة الامتحانات بكوادرها كافة على إنجاز الأعمال بدقة تامة. وليد سلطان والتفاصيل. بعدما انتهى المصححون من تصحيح عدد من المواد لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة، باشرت دائرة الامتحانات في عملية التنتيج للأوراق الامتحانية لدورة عام 2020. تقوم دائرة الامتحانات بمتابعة مراكز التصحيح صباحا ومساء وأيام العطل الرسمية بشكل دائم. نقوم باستلام أوراق الإجابة من مراكز التصحيح ومن ثم تدقيقها من حيث أرقام الاكتتاب وجمع مفردات العلامات وأسماء الطلاب إذا كانت موجودة أم لا، ومن ثم تغليفها ورزمها وإرسالها إلى دائرة الامتحانات بعد أن تكون أخذنا كافة الإجراءات الضرورية فيها. حيث تعمل دائرة الامتحانات بكوادرها كافة على إنجاز الأعمال بدقة تامة من خلال إدخال بيانات التلاميذ والطلاب إلكترونيا وثم إرسالها إلى وزارة التربية، وهو ما يسمى عملية التنتيج، وذلك تمهيدا لإصدار النتائج من قبل وزارة التربية بعد الانتهاء بشكل نهائي وتدقيق البيانات. نقوم الآن بتنتيج ورقة الامتحان للطالب بكل شفافية ودقة، ومن ثم تنتيج هذه الورقة وإرسالها إلى الحاسب لتتم تنزيل البيانات للتلميذ. هون بهلأ حاليا عم نقوم بعملية تنتيج الورقة للقسائم اللي عندنا اللي جاية من المراكز الامتحانية، بعدين بعد ما نقوم بتنتيجها من بعتها على التنتيج اللي هي إدخالها للحاسب إلكترونيا. قوم بترتيب الأرقام حسب السلسلة من 1 إلى 100، كل مجموعة 100 اسم، بنخلصها من طباعة المضبوط من سلسلة وبعدها بنحولها على الحاسب. وتسعى وزارة التربية في كل عام لإصدار النتائج قبل بدء العام الدراسي بفترة كافية لإفساح المجال للطلاب لتحديد خياراتهم في الدراسة الجامعية. هذا وقد أصدرت وزارة التربية برنامج الدورة الاستثنائية لتلاميذ شهادة التعليم الأساسي لدورة عام 2020. لأخبار التربوية وليد سلطان حما. بدأت الأربعاء الماضي المقابلات الشفهية للناجحين في الامتحان التحريري المؤتمت لمسابقة التعاقد مع عدد من المواطنين من الفئة الأولى من حملات الإجازات الجامعية والتي أعلنت عنها وزارة التربية وتستمر حتى 26 من تموز الجاري. زينب شيحة من ريف دمشق وهذه التغطية. ضمن إجراءات احترازية للتصدي لفيروس كورونا، انطلقت المقابلات الشفهية للناجحين في الامتحان التحريري المؤتمت لمسابقة التعاقد مع عدد من المواطنين من الفئة الأولى من حملة الإجازات الجامعية. نحن من خلال الاستعدادات لهذه المسابقة كان هناك امتحان كتابي، بعد انتقلنا إلى المرحلة الثانية هي المقابلات الشفهية. المقابلات الشفهية تتضمن أولا سلامة الحواس، سلامة النطق، سلامة الجسم بشكل عام، بعدين ننتقل للمرحلة الثانية من الأسئلة هي مستويات التعليمية وقدرة المتقدمين للتعامل مع الأطفال مستقبلا وقدرتهم، خاصة أن رياض الأطفال هذولي رح يكونوا للرياض الأطفال، لمرحلة رياض الأطفال، فكتير نركز على انسجامهم وقدرتهم على الانسجام مع أطفالنا في مرحلة التعليم رياض الأطفال. المتقدمون للاختبار أكدوا أن الأسئلة واضحة ومفهومة وجميعها من ضمن اختصاصاتهم، متمنين النجاح والتوفيق للجميع. على تم الاستعداد اجينا مشان نقدم المقابلة الشفوية، وان شاء الله يتم تعييننا بالمدارس القريبة على بيوتنا وضمن المجمعات اللي تابعة للمنطقة اللي ساكنين فيها. سألنا وتنورنا بالنسبة للمعلومات، يعني معلومات ضمن الروضة، تعاملك مع الطفل،
رح يعطونا اكيد نفس المعلومات ونفس الحكي، وكيف تتعاملي مع الطفل، كيف يعني ضمن اختصاصنا رح يكون الاسئله اكيد. ما كان في خوف لانه بنعرف المقابله شوي رح تكون سهله، والاسئله كانت حلوه، سؤال جواب. مستوى الاسئله هي بيكون عم يحكي عن معلومات سابقه لنا، بتحكي عن الاربع سنين اللي مرينا فيها بمعلم الصف، يعني عن خبرات سابقه. يذكر أن المقابلات الشفهية مستمرة حتى 26 من تموز الجاري. كان هذا كل ما لدينا من التربوية في أسبوع. للمزيد من الفعاليات وأخبارنا التربوية نلتقي معكم مشاهدينا في الأسبوع القادم بحلقة جديدة. إلى اللقاء.